شل الخط الثاني، مكتب الوزير على الخط. الوزير؟ سويتيها يعني؟ ألو؟ إيه نعم، معك طلال مدير الشركة. الوزير يبي يشوفني اليوم؟ يعني مشروعنا انقبل؟ خلاص نسمع الموافقة من مع الوزير إن شاء الله. بس الساعة كم تبوني؟ واحدة الظهر؟ إن شاء الله بكون موجود. مع السلامة. ماكو وقت، نسيت الملف في الفيلا، لازم أروح أجيبه. ما قلت لك إنه راح يعجب الوزير؟ إذا المشروع ما دخل ضمن منهج الوزارة في التعليم ما أكون أنا حبيبة. إيه بس الحين شلون؟ باقي ساعة ونص على الموعد، لازم أروح الفيلا أجيب الملف وأبدل ملابسي. زين إيش تنطر؟ يلا نروح. نروح؟ ليش أنت بتروحين معي؟ ليش أنت ما تبي تأخذني معك؟ لا أنا مو قصدي، بس يعني أنا فكرت. يعني مو من حكي طلال؟ أنا اللي اقترحت المشروع، وأنا اللي أعرف كل صغيرة وكبيرة عن المشروع، وأنا اللي تابعته ويا مكتب الوزير، والحين يا بشرك مستكثر علي أروح معك؟ خلاص طلال، الله يوفقك. حبيبة لا تصيرين حساسة، كلمة وطلعت. خلاص طلال حصل خير، أنا بروح البيت متضايقة شوي. شلون بتروحين البيت والوزير ينطرنا؟ روح له بروحك، مو هذا كلامك؟ لا خلاص غيرت رأيي، بتروحين معي ويلا عشان ما نتأخر، لحقيني بسيارتك. طلال إذا تبيني أروح معك أروح معك بسيارة واحدة، وبعدين أنا مو واحدة رخيصة عشان تقولي لحقيني. أنت مستعر مني طلال؟ أنت شفيك ماكل فلفل اليوم؟ أنا بروح البيت أبدل ملابسي وأجيب شوية أغراض. وش فيها يعني إذا رحت وياك؟ تخاف مني ولا باكلك؟ لا مو عن تأكليني، بس الوضع يعني لا في وضع ولا في شيء، خلك سبار وعملي بالحياة، وبعدين أنا ما أحب الريال المتردد. يعني تفضلي. نطريني ببدل ملابسي وبجيب الملف. أفا هذا بدل لا تعزمني على كوب عصير؟ ليش تذيب خير؟ الخير وايد، بس أنا بروحي بالبيت وانتي أدرى بالوضع. خلاص أمري لله، أنا بسويلي وانت روح شوف شغلك. تدخلين البيت؟ رجعت تخاف مني؟ وبعدين معك كأنك طفل مراهق، ليش تذي خواف؟ وبعدين أنا أعزك لدرجة أني مأمنة فيك وأكون مغمضة معك. انت ايش جايبك هني؟ صدق ما تستحي على وجهك، صدق انك ما تنتخي، تدخل مرة غريبة في بيتي وانا الحين على ذمتك. سلوى انت متى جيتي؟ حسافه يا طلال، انا قبل كنت شاكه بس الحين شفت بعيني، الحين تاكدت. طحت من عيني. حبيبتي انت فاهمه غلط، خليني افهمك. وخر يدك عني،
من اليوم ورايح ما تحط يدك علي ولا تلمسني، فاهم؟ ورقة طلاق يطرشها وراي. سلوى، سلوى، ديمي، ديمي، تلحين واقفة هني؟ طلعي برا بيتي. سلوى، انت فاهمة غلط يا سلوى. ايش تبيني اقول لك يا هيبه؟ تبيني تردين البيت؟ حياك الله، البيت بيتك، لكن ها مثل ما قلت لك من قبل بشروط. بعد شروط هيبه؟ قول شنو شروطك. اولا صوتك هذا ما يعلى على صوت زوجتي، وحطي ببالك البيت يمشي بشورها وبأمرها، يعني صوتك ما يعلى على صوتها. ردينا على شروطك يبا؟ تبدي زوجتك علي أنا بنتك؟ انتوا تفكرون ان انا ما عندي شغلة غيركم؟ يا يبا انتوا كبرتوا وتزوجتوا، يعني هالمشاكل ما لها داعي. بعدين عطوني فتشة يا يبا اتنفس واشوف نفسي، بعدوني عن مشاكلكم. ليه متى يا يبا؟ ليه متى؟ يبا طلال قاعد يخونني. تعرف شنو يعني قاعد يخونني؟ انت ليش مستهين بالموضوع؟ مو مستهين بالموضوع، بس اخاف اقول لك وتقولين انه ابوي متعاطف وياه. لا قول، ايش باقي بعد؟ قول، سمعني. طلال ما خانك الا من طول لسانك وعصبيتك المبالغ فيها. هم رديت علي انا يبا؟ الحين صرت انا الغلطانه؟ بتعلميني عنك؟ انا عرفت زين انت منو تحملك. صحيح يبا، اذا انت ابوي ما قدرت تتحملني، ايش خليت حق الغريب؟ يا يبا انا اتحملك، لكن زوجتي ما تتحمل طولة لسانك. مشكور يبا، هذا أصلاً اللي مقوي طلال علي. خالتي شفيك؟ ليتني ما رجعت يا خالتي، ليتني ما رجعت. سامحني يا اخوي، اي واحدة مكان زوجك تسوي كذي واكثر بعد. وانا ايش دراني انها بترجع البيت في نفس الوقت؟ لا تبرر، الموقف بكبره غلط. بعدين انت شلون دخل واحدة غريبة البيت؟ ما حسبتها؟ وحبيبة شلون ترضى على نفسها؟ صدق قوات عين. يا اخي قلت لك مجرد دقايق طلعت ابدل ملابسي، هي اصرت تي وياي والموضوع صار يتطور كذي ما ادري شلون. زي هي وين راحت؟ ما ادري، اتصلت فيها كم مره ما ردت علي. دخيلك محمود، اتصل فيها يمكن ترد عليك. كلمت ابوها؟ صراحه لا، الموقف يفشل، ايش تبيني اقول له؟ والموضوع قاعد يتطور يوم عن يوم. قلنا لك بس انت عنيد. تفضل. الله يهداك يا اخوي.
انت شلون سويت كذي؟ بصراحة معاها حق سلوى، لو ذبحت حبيبة في البيت هم الشرطة بيطلعونها براءة. بشاير انا مو ناقص تحريض، غلطة وغلطناها، انا بيعرف وين دلفت، ما ترد علينا لا انا ولا محمود. روحي شوفيها وين. سلوى عاد حساسة الحين، بتقعد تسمعني حكي قف. زين حطي سبيكر عشان ما نسألش ايش قالت. المشترك الذي تحاولون الاتصال به ما ترد. الواحد لما تكون عنده مشكلة يواجهها مو يتهرب، لكن هذه حياتها كلها هروب. يمكن مشغول، خلوها علي. زين عصام شو مسوي بالسجن؟ ما علمتينا. والله لو كانت هامتكم اختكم كان ما خليتوني بهالمشكله بروحي. بشاير ارجوك لا تفتحينا سالفه ريلك، لان هذا مو كفو الواحد يوقف معاه. طلال هذا ريلي وما اسمح لك تهينه. يلا تفضل، اختك تبي تسمعنا معلقه تبرؤ القيس في الوفاء. يلا قوم قوم. كهي دقت. حطي سبيكر حطي سبيكر. زين قوة سلوى. هلا بشاير، شلونك وينك فيه؟ بشاير هاتي من الآخر، أنت سامعة شيء وتبيني تعرفينه؟ سامعة شنو؟ اللي سواه النذل. سلوى شفيت شوي شوي خليني أفهم السالفة. سمعيني بشاير، أنا أدري إن طلال قاعد يمك وحاطتني على السبيكر علشان يسمع، بس لا تحاتي، أنا بريحكم مني، أنا بنفسي بروح المحكمة وبطلب الطلاق، وحبيبة هذه أنا اللي بشرشحها وبوقفها في المحاكم وأسوي لها فضيحة لا صارت ولا استوت، وعقب ما أخذ ورقتي حلال عليه خليه يتزوجها، هذا إذا ما ذبحوها أهلها. وقولي حق اللي يمج خلي ينسى وحدة اسمها سلوى، لأن سلوى مو أي أحد ومو أي مرة. لا هذه شايلة شايلة وايد بعد. طلال يا أخوي سلوى زوجتك هذه عنيدة وراسها يابس، البنت حرام راح تنفضح اليوم، انت لازم تنهي الموضوع بأي شكل، وبعدين ما هي حلوة بحقك. معاك حق، احنا لازم نشوف حل، بس الحل راح يكون مفاجأة لسلوى. وانت بتقعدين تعيدين وتزيدين في الموضوع كل مرة. بعيدة ألف مرة، ليه ما تعترف انك غلطان بحقي وأهنتني؟ هانا عمري ما راح أسامحك عليها. يا عيال الحلال ترى والله وتحروا الشيطان. لكن انت عاجبك اللي قاعد تقوله؟ قاعدة تطبط بالسالفة ليه ما وصلتها للطلاق؟ انا بيعرف انا مالي قدر عندك. ليش بالله انت سويت لي قدر يوم دخلتها التافهة هذه بيتي؟ لا تقولين تافهة ولا تغلطين عليها. والله يبا زين هذا اللي ناقصني بعد، حضرتك تدافع عنها الا تافهة ومو محترمة ومهي متربية، لانها لو متربية ما دشت مع ريال غريب البيت. بس الشرها مو عليها، شرها عليك انت يا ولد الاصول. لو اني انا اللي مسويه فيك هالحركه ومدخله ريال غريب بيتك وانت ما تدري، كان سويت خدتني بالاحضان. انت ما تعرفين الاصول ولا السنع، ولا في واحده محترمه تقول هالحكي. انت ايش تبي الحين؟ ابيك تسكين هالموضوع وترجعين بيتك، وخلينا نعيش بسلام، وعيش مع بنتي اللي انطرها من سنين وما شفتها للحين. ما تقولي لي باي شرع هذا؟ يا سلام، وحضرتك ما عرفت الشرع الا معاي انا؟ ما عرفت الشرع يوم دخلت التافه هذه بيتي؟ سلوى يا يما إذا هذا أسلوب تفاهمكم ما تصلون الحل. طلال يما تخلي أبوك سلم عليه، حب راسه، اقعد معاه، شاوره بموضوعكم وخذ منه. خالتي انتي لك الحشيمة، بس أنا الإنسان هذا بعد ما عيش معاه عوع عافته نفسي، ما بي أبي يطلقني واليوم، وإذا ما طلقني بروح المحكمة وارفع عليه قضية وأقول حق القاضي على كل شيء، والتافهة هذه بدخلها طرف بالموضوع. الله يهداك يا طلال، غايب عنك إلى هالمدة، يوم ييتنا يبيوك شيطانك. يا يبا انت لو تدري ايه شو مسوي فيني شاعذرتني. والله ما فيها شيء، حالها حال الحريم ما عليها منقود، بس انت تتصيد يا طلال. ورا توصبين لي ما يصلح لك، الدكتور قال لا منبهات ولا سكريات، الشاي ما يصلح لك. متى قال الدكتور؟ انا ما سمعته. بعدين يبا السكر يودي المرور عن الحلج. انت الحين تعطيني محاضرة عن السكر والاملاح، شوف موضوع ولدك. اسمعني يا ولدي يا طلال، الأوليين يقولون آخر شيء يموت في المرأة لسانها،
وهم صادقين. المرأة إلسان لكن قلبها ماكو أطيب واحد منه. بس يا يبا الله يطول لي في عمرك، سلوى غير. لا ما هي غير، أنت اللي غير. يا ولدي يا طلال، ترى المرأة مثل الوردة، إن سقيتها ماي فتحت وشميت منها أحلى العطور. اسمع كلام، روح السوق واشتري لها هدية، اشتري لها عقد ألماس. الذهب أحسن، الذهب كل يوم سعره عن يوم يزيد. أنت تشتغل بالبورصة، اسكت خلي أكمل كلامي يا الولد. طلال ما عليك من أبوك، اسمع كلامي يما، انزل السوق واشتري لها هدية ورجع طح على راسها، سمعها كلمتين حلوين وهذا ويهي إذا ما طاح الحطب. يا خالتي هذه ما عندها حطب، هذه شايلة حديد. أنت يرب من تخسران، خليك لين. ترى يا ولدي الحصى يكسر العظام، والحش الزين الحش الطيب يكسر القلب. إن شاء الله. أنت الحين روحي ببنتي أشوفها، وإذا وافقت سلوى أنا مستعد أسوي اللي تبونه ولا تبيئه. لا خالتي مستحيل، لو يموت. بس هذه بنته. هذه بنتي أنا، مهي بنته. يا ما همتها أصلا، وبعدين أنا بيحرق قلبه مثل ما حرق قلبي، لازم يعرف قدري زين. يا بنيتي إذا بتعاقبينه عاقبيه بأن تسامحينه على أخطائه. خالتي هذا الحكي يقولي للحريم لضعف مو لي أنا. سلوى يما ترى الدم ما ينغسل بالدم. خالتي انت تدري انا ايش كثر احبك. سلم عمرك اذا صج حابه تساعديني. خليه يطلقني. سلوى لا تخليني امد ايدي عليك. طبعا اكيد بتمد ايدك علي، لان هذا اسلوبك الراقي اللي تعامل فيه العنف. صدق لي قالوا ما يعامل المراه مثل الملكه الا اللي متربي على ايد ملكه. بس انت ايش يطلع منك؟ انت لسانك تبي القص يا اخي. حس على دمك، انت ما تحس ما ابيك طلقني. ما في مره تستعجل بالطلاق الا اذا شايفت لها شوفه. ترى انت عورت راسي، عورت راسي بهالحكي هذا. بس عاد لا حشيمة ولا احترام لنا. لا متى من يجي وانتو كلها قرقة قرقة. الله يردكم. ها زين شلي كسرتوا خاطر المسكين، متوقع انك جاي تراضيها والتصافون ويطيح الحطب. قولي لها، قول حق عمرك، قولي لها هذا اسلوب انسان جاي يراضي زوجته؟ انت جاي عشان تحرق قلبي وتغثني وبس. انت اصلا ما يبين شي في عينك، انت خلقتي بس حق عوار القلب. علشان كذي قد اقول لك طلقني. ما راح اطلقك، ويكون بعلمك ان ما رديت البيت نهايه الاسبوع راح تكون مره ثانيه مكانك. طلال طلال تعالي يا يمه سلم على ابوك، اكيد ماخذ بخاطره عليك. سامحيني يا خالتي برجع له في وقت ثاني. هين يا سلوى بتدفعين الثمن غالي. اكيد اكيد طبعا بتسوي كذي. انت قاعد تنطر علي الزله من زمان، قاعد تلف وتدور عشان تتزوج التافهه مالتك. صدقك تسوي هالمشروع من وراي تبيني ابارك لك؟ ايش فيها؟ مو المفروض تفرحين ان زوجك يعلى؟ اي بلا المفروض اني افرح، بس مو على حسابي انا حبيبي، مو انا اللي ادفع الثمن من فلوس اسهمي. بس انا وانتي واحد، مو انتي زوجتي. والله صدق؟ زين عرفت ان انا زوجتك، ويوم اني زوجتك ليش ما علمتني؟ ليش ما حطيت لي قدر قبل لا تصرف من كيفك؟ بس انا الغلطانه اللي سويت لك توكيل باسهمي. خربتي علي احلى فرحه. يا خساره. سلوى سلوى. هلا عمي آمر. جاسم اتصل وقال نفذت كل طلباتها ما عدا الكيكة، يقول الكيكة مي موجودة. انت طالبة كيكة طبقات، ايش حقك يبا؟
ما علي عمي، مو لزوم الكيكة، خلاص. سلوى، أنا قاعدة أفكر ليه سويت العزيمة هذه، وين أوديها؟ بعد ما يبي لها حكي خالتي، بتكون ويانا فعليك بس. لا لا، ويانا لا، حتى صير فرجة حق اللي يسوى واللي ما يسوى، صير طماشة وكلهم بيقعدون يسألون إيش فيها وما فيها. تبون أوديها وياي السوق؟ لا، أنت بالذات لا، نسيت آخر مرة. زين يعني شو الحل خالتي؟ لا تقولين ما راح تكونين موجودة، بتكسرين بخاطري. زين قولي لي شو أسوي يا سلوى، إيش بيدي أنا؟ خليها بغرفتها وقفلي عليها الباب، إن شاء الله ما راح يصير شيء. ما يصير يا يما، بتقعد تطق الباب وتزعج الناس. هونيها عاد خالتي علشان خاطر جوري، إيش دعوة عليك؟ أمري لله.